انت عارف طبعا الجمهور النادي الاهلي دايما جمهور حريص على المكسب وعايز يكسب على طول وعايز فريقه في احسن شكل وفي احسن تشكيل من وجهة نظرهم. بتشوف الموضوع ازاي؟ وهل في ضغط جمهور عليك ولا انت خلاص اتعودت على الموضوع ده؟ Yeah, but if you don't want the pressure, لو انت لا تقبل الضغط ما تجيش تمرن فرقه زي النادي الاهلي. نعم. If you don't want the pressure, لو انت مش عايز ضغوط خليك قاعد في زي سان داونز. لو انت ما تقبلش النقد ما تروحش من سان داونز تتمرن منتخب جنوب افريقيا. لازم اي حته هتروح فيها ضغوط. I believe, انا اؤمن حتى كلاعب يجب تتعلم ازاي تعيش وتتعايش مع الضغوط. لازم ازاي تتحمل الضغوط. لو لا يمكن تحمل الضغوط هتعمل ايه؟ طب هتلعب ليه في مستوى عالي مستوى كبير؟ شوف كريستيانو رونالدو بيسجل كام هدف اهداف كبير وعلى طول تحت الضغوط. لانه بيحاول يظهر للناس كلها ان هو كويس نفس المستوى اللي كان في مانشستر يونايتد وكان في ريال مدريد. ميسي برضه برغم تقدم سنه دايما بيحاول يوري الناس ان هو مستواه كويس. ابراهيموفيتش برضه بيحاول يظهر للناس قد ايه مستواه جيد وان هو لعيب كبير. وكذلك المدربين برضه بيب جارديولا نفس القصه على طول ضغوط عشان يكسب الشامبيونز ليج وفي مانشستر سيتي حتى وكان في بايرن ميونخ حتى بنشوفه ده في التلفزيون بيتكلم وما كانش سعيد لما خسر اللقب. عايز طبعا يفوز بطوله اوروبا الشامبيونز ليج. نفس الموضوع لكل حد بيشتغل في تحت في منظومه كبيره. لازم يتقبل الضغط. اذا لم تتقبل الضغط ما تلعبش في مستوى عالي مستوى احترافي. بس برضه الفرق اللي في اخر اللي في قاعده الدوري برضه عليها ضغوط لان خايفه تنزل الدرجه الثانيه. فدايما الضغوط جزء من كره القدم لازم نقبلها. طيب.